الحكاية بدأت في أوائل الثمانينات بعد عملية الترفيع في رسم ميل البنكة، واللي تحولت من بعد القضية مالية دولية أطرافها الدولة التونسية والشركة العربية للاستثمار المعروفة باللابيسي. اللابيسي يشرف على إدارتها عبد المجيد بودن والأمير السعودي بندر بن سلطان. مساهمة اللابيسي كانت تسوى 50% من رسم ميل البنكة، وبعد عملية الترفيع في رسم ميلها بدأ الصراع بين عبد المجيد بودن والشركة التونسية للبنك الاستيبي، واللي يعتبر البي اف تي فرع من فروعها. بعد وصول بن علي للسلطة عام 87 تم وضع البنك الفرنسي التونسي تحت تصرف القضاء، وتم الحكم على عبد المجيد بودن بست سنين حبس بسبب التلاعب بالمال العام، والشيء اللي أثبتته الاختبارات اللي قامت بها المحكمة. الشيء هذا خلى عبد المجيد بودن يغادر تونس باتجاه بريطانيا وينرفع قضية الدولة التونسية من أجل استرجاع أموال الأبيسي. القضاء البريطاني وقت حكم بعدم أهليته واختصاصه في القضية، وبالتالي توجه بودن عام 2004 للمركز الدولي للتحكيم في قضايا الاستثمار المعروف بالسيردي، واللي حكم في 2017 بمسؤولية الدولة التونسية في القضية، ومازال ما حددش مبلغ التعويض اللي باش تدفعه الدولة التونسية لعبد المجيد بودن. الدولة التونسية كلفت مكتب المحاماة هربرت سميث للدفاع عنها في القضية هذه، وبرشا شكوك دارت حول ظروف تكليف المكتب هذا، إذ أكد تقرير تم نشره في جوان 2013 والصادر عن وزارة أملاك الدولة إنه المكتب هذا احتسب تعريفة بالساعة، وهي تعريفة غير التعريفة المتفق عليها. نفس التقرير أكد إنه أتعاب المكتب بلغت ما يقارب 35 مليون دولار، أي 100 مليار من مليماتنا. البنك الفرنسي التونسي متعلقة به عديد قضايا الفساد، فساد تاريخي ما يتعلقش بمحاولة بعض الأطراف الاستيلاء على أموال لابيسي أكهو. الجانب الكبير من الفساد يتعلق بقروض تم الحصول عليها دون ضمانات، واللي فاقت قيمتها مئات الملايين من الدولارات. قضية فساد أخرى متعلقة بالبنكة وما تمش البت فيها لليوم، ومن المتهمين فيها وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان وعدة موظفين في نفس الوزارة، واللي أبرموا صلح مع بودن ما يخدمش مصلحة الدولة التونسية، وساهموا في تمتع عبد المجيد بودن بعفو تشريعي عام، وهذا اللي أثر بصفة كبيرة على سير القضية، خاصة أنه بودن ظهر في صورة المظلوم عند السردي باعتبار تمتعه بعفو. وضعية البنكة وعدم بت القضاء فيها بصفة نهائية خلى عديد من رجال الأعمال التوانسة يستغلوا الوضعية ويأخذوا قروض قيمتها كبيرة وبدون ضمانات. في جويلية 2017 تم الحكم بمسؤولية الدولة التونسية، واليوم احنا في اخر مرحلة من القضية، واللي هي مرحلة تقدير التعويضات اللي باش تدفعها الدولة التونسية لعبد المجيد بودن. قضية البي اف تي قعدت نقطة سوداء في تاريخ الاقتصاد التونسي، جبتت القضية في عديد تقارير صندوق النقد الدولي، واللي وعد بعد التزام الحكومة باصلاحات اقتصادية على منح زوز اقساط لقرض لتونس قيمتهم 500 مليون دولار، ولكن فما إمكانية كبيرة أنه يتغير عنوان المبلغ هذا من تمويل الميزانية إلى تعويض في قضية البنك الفرنسي التونسي. وطالب صندوق النقد الدولي الدولة التونسية عديد المرات أنها تلقى حل نهائي وجذري للقضية. مش كان صندوق النقد الدولي تطرق للموضوع هذا، هيئة الحقيقة والكرامة حكيت هي زاد على القضية في تقريرها الختامي. الحكومة التونسية باش تعوض الخسارة من جيوب دافعي الضرائب في عود ما انها تتبع رجال الاعمال اللي تحصلوا على قروض دون ضمانات من البنك الفرنسي التونسي ومن برشا بنوك تونسية اخرى.